ليكي انا بخاف كثير يعني I worry too much، بس علي دائما بروقني ودائما بيقول لي انه اتس فاين انا حدك سو ما تخافي. بعدين بيصير عندي فومو، يعني اول ما عرفت اني حبلي كان في فيستيفال، كان في الفيستيفال سو كنت محضره الفستان وكل شيء، قلت له لعلي خلص كانسل I'm not gonna go، يعني ما حاخذ الريسك وسافر. اخواتي طلعوا شفتهم بالصور طالعين كثير حلوين، قلت له لعلي بتعرف شو عندي فومو بدي اطلع بدي روح. جانا عملنا كل التجهيزات وجانا سافرنا، فانا اصلا حدا كثير بغير رايي، فاخذت هيدا الريسك. حمل بغير رايه هالقد، قد عم تحمل انت شو برجع؟ كثير انا جوزاء مش احسن يعني ابدا الصيت لك والفعل لها يعني هو ليك الحمل انديسايسيف ان جنرال، يعني ما بياخذ قراره بسرعه، يعني بياخذ قرار بيرجع بيتراجع عنه. علي دائما قراراته مثل ما هن وبيمشي عليهم. انا بس منيح اللي ظبطت الجازه هيك، اذا كل واحد منكم غير رايه كنتوا قعدتوا لا لك اكيد. قد ايه قعدتوا قبل ما تتزوجوا مع بعض؟ ثلاث سنين. ايه يعني سافا. نحن كنا على اساس حنتزوج دغري بعد سنه بعد ما تعرفت. غيرتوا رايكم؟ لا هو ما غيرت انا رايي ولا هو، بس صار في توفى الوالد بوقتها الله يرحمه، فاضطرينا ناجل لبين ما كان الوقت بيسمح يعني. كنت انت بعمر صغير لما توفى والدك؟ 25 سنه. 25 صح. اصلا نحن تزوجنا كان عمري 27 يعني. كمان بالنسبة للشاب يعني يعتبر مقبول، مش صغير بس كمان مش عادة معودين على الشباب هيك فوق 30 بشكل عام يعني. جيلنا هلأ كله عم يتزوج شوي مؤخر، بس خدنا وقتنا بالبيبي. أخذت وقتكم بالبيبي بعد 5 سنين. خليني أرجع شوي لوفاة والدك بعمر 25، واليوم أنت رح تصير أب قريباً، من شو بتخاف؟ صراحة بخاف من هالموضوع، يعني بخاف أليس تضطر تكون لحالها هي والبيبي. يعني أنا أوريدي كان عندي فوبيا من الموت ووفاة والدي زادتها. يعني بتحكوا بهالأشياء مع بعضكم؟ صراحة ولا بتتركن لحالها؟ بتتركن لحالي لأنه أليس هي بوزيتيف بالإجمال، وهالمواضيع بعرف إنه بتأثر فيها يعني بتقلق، فبحاول قد ما فيني إنه لا ما عتلهم، وأنا أصلا ما بحب أفكر بالأمور السيئة، يعني إنسان بوزيتيف. و يعني سمعت ريسنتلي شغله وعن جد اثرت فيني كثير وبعتقد انها مزبوطه، بيقول وقت بتوفى حدا من الاهل الاكسس تبع الحياه بيتغير، يعني مسار حياتك بتحسيه تغير من محل لمحل، طريقه تفكيرك كل شيء عن جد. يعني انا قبل شو اللي تغير فيك بعد وفاه والدك؟ وعيت اسرع، عرفت معنى المسؤوليه اكثر، عرفت انه شو معنى تفكري بحدا ثاني قبل ما تفكري بحالك، يعني اضطريت افكر بوالدتي واخواتي قبل ما افكر بحالي. عرفت قيمته كثير، لانه نحن بتعرفوا وقت بكون الاهل موجودين بكون كل شيء مأمن لك بلا ما تسالي حالك كيف وليش، ما بتعرفي قديش عن جد بيتعبوا، يعني بتكوني خلص بحياتك. قلت يا ريت تزوجت قبل ما يتوفى ليفرح فيني؟ ايه صراحه صعبه، يعني حتى تخرج اخواتي ما كان موجود، هذيك المرات بجندر ريفيل ما كان موجود، في لحظات يعني بتحسي انه اكيد كانت احلى لو كان موجود. يعني وصلنا على الجندر ريفيل، هالحفل الكبير اللي قمتوا فيه واللي لليوم عم بيحكوا فيه بالسوشيال ميديا، واعلنتوا انه بنوته اللي جايه. هلا خلينا نحكي بصراحه، انتوا عن جد ما بتبقوا عارفين شو هو جنس البيبي ولا هي القصه بس هيك تمثيل؟ يعني بشو بدي احلف، وحياة الله ما كنا عارفين، ما كان عندنا ولا فكره شو جنس البيبي. يعني حتى اصحابنا يجوا يسالونا انه عن جد انتم مش عارفين. هيدي موضه جديده يعني مستجده من صح. كم سنه يعني قبل ما كان هيك يصير، لكن مع انه ما حكذب عليك لا يعرف شو البيبي، ما حكذب عليك انا حاولت زعبير بس ما حدا خلاني اعرف، يعني بس اللي كانوا عارفين هو رامي قاضي المصمم والايفنت بلانر لينا. ف انه معقول هيك شيء هالقد خاص كرمال لنعمل حفله ونعمل جندر ريفيل بيعرف المصمم والإيفنت بلانر؟ لكن ما هي مومنت حلوة، يعني هي ما بتفكري إنه كرمال بروباغندا، هي لأنه عن جد بتتأثري أكتر. يعني قلنا إنه خلص طالما حنعمل جندر ريفيل، ونحن بالعشاء اللي عملناه عزمنا أهلنا وأصحابنا المقربين، ما عملنا حفلة كبيرة، ما عزمنا 100 شخص، ما عملناها كرمال الميديا، نحن عملناها كرمال إنه الأهل الناس اللي عن جد بيحبونا يكونوا موجودين.
فحبينا انه نحن كمان نتفاجئ يعني. سو تفقد اللحظه امتى اذا كنا عارفين ورحنا بنمثل؟ ما يعني كان مشهور يعني. تخيل ان احنا عارفين قبل مثلا ويقولوا لنا معكم بنت، يعني شو بدي اعمل؟ بقول لهم انه بعرف انه يعني يعني انا بحب كل شيء بعمله بحب يكون حقيقي. So this is why انه اخذنا هذه الخطوه انه ما نعرف وننطر لحد ما نعمل الجندر.